السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. اليوم عندنا المارد الأزرق، رجعت موضة المارد الأزرق، صاروا اليوتيوبرز ينزلونها كذا زي زمان. أتوقع أنه في 2016 كانت الموضة هذه هابين فيها. أيضا الموقع تطور ما شاء الله تبارك الله، سووا فيه حركات وغيروا فيه ألوان وزي كذا. عموما عندنا ثلاث شخصيات اليوم، شخصيات ما أدري هي مرة مو مشهورة مرة ولا هي يعني فهمتم في النص كذا، أوكي؟ لاعب الهلال الزوري، الزوري مشهور مرة؟ إيه صح، كل مشجعين الدوري السعودي يعرفونه. بالشرقي وهنا فرصة تصيد. الجول الغريس من أكثر الشخصيات الكوميدية اللي أحبها صراحة، شخص مشهور في السوشيال ميديا إذا ما تعرفه. من المغرب. الله يحييك، أنا من العشاء. يقولوا الأهل الملكي. ايوه ملكي عليش. كيف ملكي عليش؟ ومسلسل ريكن مورت، مسلسل ريكن مورت أحسه مرة مشهور. Crap, that sun is bright. Okay, come on. This can't really be the way I go out. This is the mega genius equivalent of dying on the toilet. فراح نبدأ بالأصعب ولا نبدأ بالأسهل ثم بالوسط بعدين بالأصعب؟ ايوه اوكي. فلا تنسون ابدا ودائما تضغطون زر اللايك يا جماعه الخير بدايه المقطع. وايضا يا جماعه الخير يعني طلب بسيط جدا، اخويا حبيبي عزيز اللي هو احد اعضاء ام جي، موجود ما شاء الله تبارك الله في روسيا وبيصور فلوقات وينزلها في قناته، والرجل مجتهد وشغال على فلوقات مره رهيبه. فاتمنى انك تروح قناته وتشترك عنده وتشوف الفلوقات حقته لعلها تعجبك، وانا واثق جدا انه الرجل هذا يقدم محتوى مره ممتاز وراح يعجبك باذن الله عزيز المتابع. حصل رابط قناته تحت في الديسكربشن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي. هل تظهر الشخصية على التلفزيون؟ نعم تظهر على التلفزيون. نعم. هل تنتمي الشخصية لعالم الكرتون؟ اوكي ده. بدري بدري يا مسلم. اوكي نعم اوكي. طيب هل الشخصية من الحيوانات؟ لا. هل الشخصية انثى؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ هل ريك يعتبر مقاتل؟ طبعا ريك ومورتي يا شباب من افضل المسلسلات الكرتونية اللي اتابعها، فانصحكم تتابعوه بس تذكيرا مسلسل كرتوني للكبار. هل الشخصية مقاتلة؟ نعم يقاتل احيانا يعني يجلد وكذا. هل تظهر الشخصية على قناة كرتوني؟ انا لا اعلم للامانة صراحة. هل تضع الشخصية قناعا على الوجه؟ لا. نعم يطلع بوجه. هل الشخصية بحار او قرصان؟ لا. هل الشخصية تطير؟ لا. هل الشخصية طفل؟ لا. اوكي. هل الشخصية من الصومال؟ وش دخل؟ لا حبيبي. هل الشخصية شعر رأس أسود اللون؟ لا. أوكي. هل الشخصية شعر أصفر اللون؟ لا. برضو بيرجع يسألني في الشعر، ها؟ هل الشخصية أيوة للشخصية شعر رأس أبيض اللون؟ نعم. هل الشخصية من إنمي ناروتو؟ لا الحمد لله. طلع هل كان الشخصية ظهور بمجلة؟ ما أدري والله وش ذا المجلة اصلا. هل الشخصية من جنوب افريقيا يا مسلم؟ هذا كيف تخمن كذا لو واثق كذا وضعية؟ لا. هل تدري الشخصية رداء احمر اللون؟ لا. او لون احمر. هل يعمل الشخصية في مجال الخط اليدوي؟ لا. هل تستخدم الشخصية قبضة من حديد؟ مو ثانوس طبعا. لا. ايوه اعقدك انا اعقدك. هل الشخصية من المملكة المغربية؟ لا حبيبي. اوكي. هل الشخصية من انمي هانتر؟ لا. هل تستخدم الشخصية السيف في القتال؟ برضو لا. هل الشخصية شريرة؟ ريك يعتبر شرير يا شباب. اوكي نوعا ما. هل تمتلك الشخصية حيوان؟ لا ما عنده حيوان. لا خمن خطأ. ما تقدر تجيب يا تعبان يا. نعم انت رونج يا حبيبي. استمرار نستمر نعطيه فرصة. هل الشخصية تقوم بالتدخين؟ من الممكن ما ادري. هل هو عدو باتمان؟ لا. هل تستخدم الشخصية الورق بالقتال؟ لا. ما تي ليش يا عيال؟ معروف ريك مورتي، ريك الشايب، عرفت ريك؟ هل الشخصية من عالم انمي الياباني؟ لا مو ياباني امريكي. هل الشخصية علاقة بالفيزياء والكيمياء؟ نعم في حريفه. هل الشخصية مسلسل كرتوني باسمه؟ نعم. هل الشخصية دور في مجال اختراعات؟ نعم. بدأ يجيبها ريك جاوه. يا ابوي بس عقدته. ايه اوكي. مسلسل كرتوني رهيب لا عشان تابعونه بعدين قولوا لي انا اوكي. عموما لو قال لك احرزت الشخصيه هذه المره صح اوكي، بس اخطا في البدايه. اوكي نلعب من جديد. المره هذه نحاول نخمن الزوري، لاعب الهلال الظهير الايسر، لاعب مش معروف مره، مو كل الناس يعرفونه ولا اتوقع انه جمهور كره القدم في العالم العربي يعرفونه كلهم، لانه يعني يا ما نتفلسف نخش بسم الله. هل الشخصيه حقيقيه؟ نعم.
هل الشخصية تتكلم؟ نعم. الشخصية اللغة العربية؟ نعم. تظهر الشخصية على التلفزيون؟ نعم. هل الشخصية من أصول سعودية؟ نعم. هل الشخصية من سلالة ملكية؟ لا. كنا بنروح عند. هل الشخصية متزوجة لديها الأولاد؟ أنا صراحة ما أدري والله إن كانوا. هل الشخصية تحترم التمثيل؟ لا. مرتبطة بكرة عالم هل الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ نعم. هل الشخصية لها علاقة بالحلم؟ هل الشخصية لها علاقة بالهلال حاليا أو سابقا؟ نعم. هل الشخصية سجل كثير من الأهداف؟ لا ما كان. هل الشخصية هل الشخصية من مدينة أو هران؟ لا ما لا أنا لا أعلم الأمانة. هل الشخصية تلعب دور الدفاع بكرة القدم؟ نعم. هل هو لاعب عاد إلى فريقه السابق؟ لا الزولي متواجد مع الهلال الآن. صح يا شباب. هل سجل الشخصية هدفا حاسما لبطولة كرة قدم؟ من الممكن. هل الشخصية شعر طويل؟ لا. هل الشخصية فتح؟ لا مو ب... لا أوكي. هل الشخصية دائما التنمر؟ لا. هل الشخصية عبارة عن مذيع راديو؟ لا حبيبي قلنا لاعب كرة قدم يستهبل. هل الشخصية من أسماء الأنبياء؟ أوكي دقيقة إيش اسمه؟ عبدالله الزوري؟ هل لا إيوة لا لا ما في أحد من الأنبياء اسمه عبدالله صح؟ نعم. لا. هل عمر الشخصية تجاوز 60 السنة؟ لا. هل الشخصية كابتن الفريق؟ من الممكن. هل الشخصية من محبين نادي الأهلي؟ لا طبعا ما توقع الزوري يحب نادي الأهلي. هل الشخصية لديها اهتمام بالقراءة الكتب؟ لا ما توقع. يرتدي رقم 7؟ لا. هل الشخصية عيسى حائل؟ لا أعلم. عبدالله الزوري والله جابها والله جابها عبدالله الزوري. هب يا شيخ هب. أنا الآن متأكد أنه ثامر الغليس ما راح يقدر يجيبه صح. نعم أبا أقول له أم رايت يس أوكي فزت. لكن ثامر الغليس ما راح يجيبه من أول مرة أوكي. فبسم الله هنا تعرف الشخصية كرة القدم؟ طبعا لا. هل عمر الشخصية فوق 40؟ لا أتوقع أنه ثامر الغليس يعني في عمره يعني في العشرينات إذا مرة كثر دوبه بداية الثلاثينات. تظهر الشخصية على شاشة التلفزيون؟ من الممكن بس ماني متأكد. أنثى؟ لا ما هي أنثى. طيب تعيش الشخصية في السعودية؟ صح تعيش في السعودية. يعيش في مدينة جدة؟ أتوقع نعم نعم أوكي. هل الشخصية توأم؟ لا مو حسن حسين لا أوكي. هل تفرح عند مشاهدة الشخصية؟ أيوة أفرح ولد ترقع تخش بخي أنت الآن ها؟ هل الشخصية يوتيوبر؟ لا مو يوتيوبر بس من الممكن يكون هو يعني له برنامج في اليوتيوب بس هو مشهور في السوشيال ميديا لكن نقول من الممكن يعتبر يوتيوبر. هل الشخصية والد أحد المشاهير؟ لا. هل تحترف الشخصية غناء الراب؟ لا. هل الشخصية سمينة الجسم؟ لا. هل قام برحلة للجزيرة العربية؟ هو ساكن في الجزيرة العربية. لا. هل الشخصية متزوج حاليا أو سابقا؟ أنا لا أعلم أمانة. هل تحترف الشخصية التمثيل الكوميدي؟ نعم هو تمثيل كوميدي من الممكن من الممكن ما هو ممثل كوميدي بس إنه يعني دمه خفيف ثامر الغليس أوكي من الممكن. هل شارك الشخصية في ستار أكاديمي؟ ما أعتقد لا. هل الشخصية نظرة تربوية؟ لا مر الرجال استهبال يا رجال ولا عنده ولا كلمة جد تطلع من فمه لا. هل استمر ببرنامجه لعدة مواسم؟ ما أدري أنا لا أعلم أساساً هو مو برنامج من لا أنا لا أعلم أمانة. هل الشخصية موجودة في لعبة وليس الحقيقة؟ لا قلنا حقيقة يا مسلم. هل الشخصية حكم مصارع؟ لا الآن ضاع هو راح ذحين مكان ثاني. هل الشخصية عبارة عن مذيع راديو؟ نعم كان يطلع في الإذاعة ولا زال أعتقد نعم. هل هو من حبين القهوة؟ والله ما أدري إن كان يحب القهوة. هل قدم برنامج في روتانا خليجية؟ من الممكن ماني متأكد الأمانة. طراد سندي؟ لا رونج رونج يا حبيبي نعطيه فرصة ثانية يا شباب مش طراد سندي. هل الشخصية أخ؟ أنا لا أعلم الأمانة. هل قامت الشخصية للانتقال لنادي آخر 2007؟ لا. هل الشخصية من أصول بولندية؟ لا. هل الشخصية في قناة الراديو؟ نعم. هل الشخصية صديق من الحيوانات؟ لا ما أعتقد. هل الشخصية ابن يعمل في نفس المجال؟ لا. هل الشخصية مارس الغناء في السابق؟ ما أتوقع. هل الشخصية تظهر في سناب شات؟ إيوة. هل الشخصية من رموز الثورة السورية؟ لا. هل تعمل الشخصية في الإذاعة السعودية؟ نعم. هل ارتدي الشخصية النظارات الطبية؟ نعم. خمنوا. أنا إيش؟ أنا أعرف من تفكر ولكنني أعتقد أنه ليس مناسب للأطفال. قلنا إلغاء التنشيط. ليه مو مناسب للأطفال؟
نصاب انت، ما انت ما قدرت تجيبه، انت ما قدرت تجيبه، ما هو عارف من ثمر الغليس يا اخوان. اوكي وسوق ما علينا، اقول لك انا اعرف وانت تفكر، لكنني لا اعتقد انه لا يا شيخ، انا حتى ملغي هنا، شوف الغاء يعني قلت الغاء التنشيط، وضعيه الاطفال شفت، حشرتك حشرت جلدته مره، وهذه المره الثانيه اوكي، وما راح اعطيه فرصه ثانيه لانه هو يقول العب. فعموما يا جماعه الخير راح نتوقف هنا، يعطيكم العافيه على المتابعه. ممكن نسوي جزء ثاني اذا اقترحتوا لي شخصيات تكون ما هي مشهوره مره ولا هي يعني يكونوا معروفين بس نص نص، يعني مو مره ولا هم يعني. فيعطيكم العافيه على المتابعه، زر اللايك، تابعوا حساباتي تحت، اشترك اذا ما كنت مشترك في القناه. Energy.